على كيفك. السيارة الثانية وين؟ ورانا. اوكي اوكي ماشي، لانه احنا هلا رح نميل على الشمال حتى ندخل على الشمال على اليسار. اوكي لا لا، هي موفق وراك بيعرف. خليه يرد على التليفون، بس خليه يرد على التليفون. طيب ماشي. نصور المي كمان هناك. هاي ايش هاي؟ هذا جمل، هذا هاي بكرت. هاي بكرت، هذا شو اسمه ايش؟ هاي بكرت برضو عاصم. هذه بكرت، هذه بكرت، هاي بكرت. طلع جمل، هاي انت، هذيك بكرت. طلع معك الصغير. بعرف هذا اللي رفع قلمك. متذكر انا. طلع معك الصغير ها؟ اوكي. لكود لفود سين واو دالها. سوا؟ سين واو دالها هذيك. هنا لان سين واو بعدين هذه في طبعا هذه يعني سبع شحطات. لا لا هذه جمالية بالطبع، أكثر من سبعة فما بنقدر نعتبرها شو اسمه سحر. مش بس نعتبر هذه الماجيكال ساينز بروتكشن يعني. ولا في شيء خاص فيه. That's why we call them Safaitic, but this is a designation which is not that important. In fact, I mean, it's just a designation. You know? Okay. This is camel. This is camel. هاي شكلها زي الإيد، معقول هاي إبل؟ هذه ناقة هذه. تعالوا من هون لأنه ما في. So. طبعا هاي هي من المناطق اللي اشتغلنا فيها المره اللي فاتت، بس احنا اليوم راح نعمل اعاده تاكيد لبعض القراءات اللي مش مؤكده. ماشي، فاحنا مثلا راح ناخذ فرضا هذا النص اولا. يعني شوف هذه الصخره مثلا عليها مجموعه من النصوص، وطبعا متفاوته في الحجم هذه النصوص، هو متفاوت حتى في طريقه الكتابه. فزي ما بتلاحظ في نصوص مكتوبة بحرف يعني رفيع ونصوص أخرى مكتوبة بحرف غليظ. طبعا هذا تعتمد على الكاتب نفسه. طبعا النصوص الموجودة هون مش يعني مؤلف، في لها أكثر من مؤلف. ماشي، يعني وقت يعني تعود إلى فترات مختلفة. فهلا إحنا لحد الآن ما قدرنا نعرف يعني التسلسل الزمني لهذه الخطوط. طبعا ليش الصعوبه، وين تكمن، اين تكمن الصعوبه؟ في انه هذه الخطوط لا غير مؤرخه، او يعني هذه النصوص غير مؤرخه، فلا نستطيع يعني بناء ما يسمى بتسلسل زمني
هذه النصوص. فإذا إحنا الآن أمام يعني حجر مكتوب عليه نقوش مختلفة يعني بأشكال مختلفة وبطريقة كتابة مختلفة. معلش مفهوم. فرضا هون وين عبد الله؟ هلا احنا راح العمليه اللي بنقوم فيها عاده لتوثيق هذه النصوص من خلال اول شيء يعني نقوم بتوقيعها بواسطه الجي بي اس، واللي هسه عمله موفق هو يعني حط نقطه جي بي اس دقيقه جدا لهذا النقش، والجي بي اس اللي معانا تقريبا البعد يعني 3 متر تقريبا، يعني بحدده على الكره الارضيه يعني تحديد هذا النص يعني بحدود 3 متر، الدقة تبعته بحدود 3 متر. فإحنا الآن منقوم بتصويره، اثنين برسم النص وأيضا طبعا قراءته على الموقع. ليش القراءة على الموقع؟ إحنا لما نروح للمختبر أو للمكتب فصعب يعني من الصعب إنه نرجع مرة ثانية لهون إلا إذا صار يعني إذا صار في للموسم الآخر حتى نرجع لهون. بس إحنا هدفنا إنه نقرأ هذه النصوص ننشرها بسرعة حتى إنه نفيد فيها المجتمع العلمي عموما، يعني المجتمع العلمي المهتم بهذه النصوص عموما. فإحنا بنقرأها ونصورها هنا بمختلف الطرق، سواء من خلال أو الكتاب باللغة الإنجليزية طبعا. فمثلا هذا النص نستطيع إن جلسنا من هناك نستطيع أن نقرأه من الأسفل إلى الأعلى، وإن جلسنا من هنا نستطيع أن نقرأه من اليمين إلى اليسار. فإذا هذه اتجاه الكتابة يعني ليس دائما يمثل مشكلة بالنسبة لنا طبعا. فممكن قراءة النص بحسب أنت وين جالس يعني. هذا الحجر يحتوي على نصوص مختلفة. الآن ممكن نقرأ هذا النص من الأعلى. هذا الحرف هو الحرف الأول اللي هو اللام. طبعا هذه اللام تتكرر في بدايات النقوش المسمى بالنقوش الصفوية، وهي تدل إما على الملكية أو على ما يسمى باللام العائدة على المؤلف. هذا النص يقرأ لام ها، يعني شو ممكن تكون قراءة الحرف اللي بعده؟ واو. ها عين عين مثلا أو ذال هاذر. Okay. بعدين عادة then, هذا اسم yeah, it's a personal name. It's a personal name usually. After this lam octoris we usually we call it lam octoris followed by a personal name. And here we have the bin. Word banun. Bin. Yashin. Yashkur. Bin yashkur bin. ميم لام كاف مالي ميم لام كاف تا بالضبط. يعني طبعا هذه النصوص عموما يعني تحتوي أسماء أعلام، يعني بالغالب تحتوي أسماء أعلام، ويعني مجموعة من النصوص طبعا تحتوي على أفعال وتحتوي على صيغ اسمية أو ما يسمى بمفردات معجمية، وهي يعني من يعني هذه المفردات المعجمية قد تغني المعجم السامع عموما. طبعا عندما نقول المعجم السامي نقصد هنا معجم اللغات السامية عموما، لأن هذه لغة هذه النقوش حتى الآن تصنيفها اللغوي لا نعرفه حتى الآن لخلوها من كثير من يعني الصفات الصرفية التي يمكن من خلالها تصنيفها يعني أو بيان قربها لأي لغة. فهذه لحد الآن مشكلة بالنسبة لتصنيف هذه النصوص. هذه النقوش التي نسميها بالنقوش الصفوية الواقع هذه التسمية ليس لها يعني صفة حضارية أو صفة ثقافية، يعني سميت بالنقوش الصفوية نسبة لكونها وجدت أو انتشرت في مناطق يعني جنوب شرق منطقة الصفا في بالقرب من جبل دروز، يعني جنوب جبل دروز أو جبل العرب. سميت هكذا، هي تسمية اعتباطية ليست تسمية حضارية أو ثقافية، يعني ما في شيء يسمى حضارة صفوية أو حضارة أو ثقافة صفوية. يعني هذه النقوش تعد من التراث الكتابي واللغوي لشمال الجزيرة العربية، وهي طبعا شبيهة بنقوش أخرى سماها الباحثون أيضا تسمية اعتباطية سموها بالثمودية،
وأيضا كلمة ثمودية ليست لها يعني تضمينات حضارية أو ثقافية، سميت بذلك لأن كلمة ثاميم دال وردت فيها كاسم قبيلة. طبعا هذا الاسم هو أيضا اسم يعني تكرر في مجموعة من النقوش، ولكنه أطلق من قبل العلماء على كافة هذه النقوش. فنحن إذن أمام مشكلة في بالمصطلح عموما، لأن هذه النصوص في الواقع لم تسمي نفسها، لم نعثر على نقش معين مثلا يصف صاحبه فيه إلى أي منطقة إنه ينتمي مثلا إلى الصفويين أو الثموديين، ولكننا عثرنا على نقوش مثلا مكتوبة بهذا الخط ولكنها تخص بعض الأنباط، فاللي هم اللي يعني المعروفين طبعا من خلال الحضارة النبطية والبترة وغير ذلك. فإذا يعني النصوص هذه النصوص عموما على الرغم من سهولة قراءتها وعلى الرغم من معرفتنا بمحتوياتها، إلا أنه هي في الواقع تمثل بالنسبة لنا لغز من حيث يعني تقسيمها اللغوي. يعني نحن بنعرف تقسيمها اللغوي العام، ولكن تقسيمها اللغوي الدقيق لا نعرفه بشكل دقيق حتى يومنا هذا. ولكن يجب القول بأن هذه النصوص أو هذه النقوش هي تنتمي إلى عائلة اللغات السامية المعروفة في منطقة شرق البحر المتوسط في بلاد ما بين النهرين وفي الجزيرة العربية. إذن هذه جزء من حضارة لغوية واسعة، من ثقافة لغوية واسعة انتشرت في شمال الجزيرة العربية. طبعا محتويات هذه النصوص كما قلنا قبل قليل هي أكثرها أسماء أعلام، ولكنها أحيانا تعبر عن بعض الأفعال والنشاطات التي كانوا يقومون بها أهل المنطقة الذين كانوا يجبون هذه المنطقة. فمنهم من نراه مثلا يقول أنه رعى في هذه المنطقة، يعني أنه استخدم هذه المنطقة للرعي. حرف بشكل عام، يعني حرف من الثقافة المحلية للبدو، يعني ليست يعني هم أو إن صح التسمية بدو، بس هم يعني على ما يبدو كان عندهم ما يسمى بال يعني التنقل الموسمي اللي هو يعني يسكنون في منطقة ما ثم يرتحلون منها بحثا عن الكلاء والماء طبعا. وكما تشاهدون هذه المنطقة هنا يعني تجدون أن المياه منتشرة فيها، وقد رأينا قبل قليل كيف تنتشر المياه بشكل واسع وموجود بشكل يعني مكثف في هذه المنطقة، مما دعا إلى وجود يعني إلى نمو كثير من هذه النباتات التي يمكن استخدامها للرعي. يعني عموما هذه المنطقة يعني مليئة بهذه النقوش، يعني لدينا أعداد هائلة يصعب توثيقها يعني من قبل مؤسسة واحدة أو من قبل شخص واحد أو باحث واحد. فيعني قامت جامعة اليرموك منذ بداية تأسيسها بسنة 76 بإنشاء ما يسمى بمركز الدراسات الأردنية لتوثيق هذه النصوص، وبعد ذلك أسس في سنة 84 معهد الآثار والأنثروبولوجيا الذي عني بالدرجة الأولى لدراسة آثار الأردن ودراسة أيضا وتوثيق هذه النقوش المنتشرة بشكل واسع في الأردن. فهذه واحد يعني هذا نمط من الأنماط التي نعرفها من نقوش شمال الأردن، من النقوش التي تنتشر في الأردن وخاصة في المنطقة البادية الشمالية الشرقية. وكما ذكرت يعني هذه المنطقة الحارة البركانية يعني تنتشر في جنوب سوريا، تنتشر أيضا في غرب العراق، وتنتشر في شمال السعودية. الآن التحدي الأكبر أنه هو جمع هذه النصوص لكي تعطينا فكرة ويعني فكرة يعني دقيقة، أو لا نستطيع أن نقول دقيقة لأنه يعني من الصعب أنه من خلال هذه النصوص المقتضبة والقصيرة أن نحصل على يعني فكرة دقيقة حول الثقافة اللغوية التي كانت منتشرة في هذه المنطقة، وأيضا ماذا كانت يعني هذه النصوص صعب جدا أنه نستخلص منها يعني دقائق الحياة للناس اللي كانوا يعيشوا في هذه المنطقة، لأنه أمامنا فقط هذه النصوص المقتضبة. الآن فكرنا أنه نعمل يعني حفريات في هذه المنطقة، ونحن بصدد إعداد مشروع ضخم لمدة 3 سنوات لإجراء حفريات في هذه المنطقة، بحيث أنه يتعاضد الدليل النصي ودليل النصوص مع الدليل الأثري حتى نقدر نفهم هذه المنطقة بشكل أفضل، يعني اللي هو النظرة الشمولية
يعني لفهم هذه المنطقة من خلال النصوص ومن خلال الآثار وأيضا من خلال ما يسمى بالغطاء النباتي والغطاء الحيواني. هذا الغطاء النباتي والحيواني مهم جدا لفهم النصوص، لأنه أحيانا في بعض أسماء النباتات ترد في هذه النصوص يعني، ويمكننا أن نجدها أيضا في الواقع. ويعني هنا في هذه النصوص، في نصوص هذه المنطقة تتكرر كثيرا كلمة بقل. بقل طبعا بقل معناها الأعشاب عموما بشكل عام، فلا ندري ما هو نوع الأعشاب التي يعني التي كانوا يقصدونها، ولكن عموما لو جئتم في الربيع لوجدتم أن هذه المنطقة يعني فيها أعشاب كثيرة ومنطقة خضراء، وخاصة ما ترونه هنا في قاع الوادي الذي لا نستطيع دخوله الآن، لأنه الآن يعني كمستنقع تقريبا، يعني لا يمكن دخوله بسبب وجود المياه، وقد يعني يمثل نوع من المغامرة إن دخلناه حاليا. ولكن بالمستقبل القريب نحن بصدد إعداد أو القيام بحفريات في هذه المنطقة أو مجسات أثرية لكي نستكشف هذه المنطقة، من هم الذين مروا فيها، أو قدر الإمكان طبعا وليس بشكل دقيق، لأنه باعتقادنا أن هذه المنطقة كانت حية. وعادة علماء الآثار يركزون بشكل كبير جدا على المناطق المعمورة، على المدن وعلى مراكز المدنية، متجاهلين الصحراء ومتجاهلين البادية اللي في الواقع تكمن فيها كثير من الأسرار اللي ممكن تعطينا أجوبة مختلفة على كثير من الأسئلة اللي ما وجدنا لها لحد الآن أي حل، أو ما وجدنا لها لحد الآن أي تفسير. فإذا يعني مناطق الصحراوية أو اللي ممكن نسميها إحنا في الأردن نسميها مناطق البادية، هي في الواقع مصدر مهم جدا لفهم التاريخ الحضاري لمنطقة لمناطق يعني بنسميها مناطق الشرق الأدنى القديم طبعا، وتسمية الشرق الأدنى القديم هذه تسمية غربية في الواقع، إحنا بنقول منطقتنا الآن، إنه هذه دراسة هذه النصوص زائد دراسة الآثار هي ستعطينا فكرة واسعة وفكرة يعني جيدة حول التاريخ الحضاري لهذه المنطقة. ويعني نأمل إنه العمل يستمر، ونأمل إنه كمان أيضا إحنا بجهودنا المتواضعة بالأردن، بجهودنا المتواضعة ماديا في الأردن نستطيع أن نقوم بأكبر قدر ممكن من هذه الأعمال. الآن يعني زي ما بتلاحظوا هون بنلاحظ يعني أحمد يقوم برسم النص بشكل دقيق جدا، لأنه هذا الرسم سيفيدنا في قراءة وتحليل النص عندما نعود إلى الـ يعني الـ إلى الجامعة أو إلى المختبر إن صح التعبير، ومن ثم يقوم المصور بتصويره تصوير احترافي جاهز للنشر، وبعد ذلك نقوم بدراسته دراسة لغوية ودراسة شمولية تشمل أسماء الأعلام وتشمل أيضا الكلمات الموجودة في هذا النص، من أجل الوصول إلى نتيجة نهائية حول تفسيره. هون تجدون أنه هذا هذه التلة هذه التلة هنا، لاحظوا أنه هذه التلة هي في الواقع يعني جزء منها تلة اصطناعية، هي تلة اصطناعية في الواقع، ولكن احترنا يعني ما معنى هذه التلة، لما يعني لما كومت هذه الأحجار فوق بعضها البعض. فثمة نظريات كثيرة يعني لما كومت هذه الأحجار فوق بعضها البعض، ونجد ذلك في يعني هناك على الجهة الثانية من الوادي نجد أيضا أن هنالك تلة، وإن لاحظتم يعني في المنطقة ستجدون تلال مختلفة، مختلفة الحجم، مختلفة الـ مختلفة الحجم ومختلفة الارتفاع. طبعا هذه التلال يعني يعتقد بأنها هي في الواقع مدافن، يعني مدافن صافي عندنا ميتين وباع ميتين وباع هون. طبعا يعني ضرورة الحفريات الأثرية نستطيع من خلالها انه يعني انه نستكشف مثلا موقع كهذا،
ما هي دلالة هذه التلة اللي هي تلة اصطناعية كما تشاهدون؟ يعني فهي زي ما بتلاحظوا هون انه هي تقريبا جاية شبه دائرية، وكان بالتأكيد إلها معنى. طبعا في حفريات أجريت في بعض هذه الرجوم، احنا نسميها رجوم طبعا، هذه الحفريات أسفرت يعني عن وجود هياكل عظمية، مما دعا إلى القول بأنه هذه التلة أو هذا الرجم قد يكون رجم يعني أو مدفن لشخص معين. وعادة ما كان الناس أقارب هذا الشخص المدفون هنا ما كانوا يأتون إلى هذا الموقع ويوثقون أسماءهم بهذه الطريقة التي ترونها الآن أو التي رأيناها قبل قليل، ويوثقون أيضا ما فعلوا وغير ذلك. هذه نظرية من النظريات. هاي ما جتش بالضبط زي ما بدي. لأنه كيف كافون طلع كيف شكله نزبع زي الأف زي الجسم خطة مختلفة ممكن تكون حتى ولو كانوا نفس الأخوة أو نفس البلوغ ترى كانت نفس الزمن بس لازم نجيها من هون لا خلينا بالأول بالكبير عشان أنا من الكبير أقيس أقيس الصغار وين بدهم يجي محلاتهم هذول سهل أحطهم أنا على الرسم هذول اللي صعب أحطهم على الرسم أوكي. طيب احنا خلنا هاي هيك ناخذ هاي لتحتها شوية بتيجي هون عندنا باء يمكن عريض هي شوي هي راء باء لأن شخطة كبيرة هيك كده تين بدي تيجي شوي كبيرة هيك بالضبط ذكرت الضاد الضاد هاي اللي بتنتشر وين بتنتشر يعني مناطق فهل هون يعني لما تروح للشمال فرضا يعني Thank you.